بهالظرف العسير ترسم لشعبك طريق الاعتدال، وهمك يعود الامن والشعب الكبير يقضي بوعيه على ظروف الاختتال، ولبنان يرجع عن التقرير المصير يجمع تحت جنحي شعبه كامله ويكرم رجاله اللي هني كرموه، والعز يغمر ارسته بهاك الجبال. اسمك لطيف ويا لطيف ما اروعك وما الطفك، ما اعظمك ما ابدعك، ومن كرمك لما على الخط السليم نوقف معك وقلوبنا بتوقف معك. اخيها الزين اخيها الزين استمع زين الله يسلمك. هلا الكلمه لرئيس رابطه احياء التراث العربي الاستاذ كامل المر. سعادة سفير لبنان الأستاذ لطيف أبو الحسن والسيد عقيلكم صاحب السيادة، الأخوات صاحبات العائلة المقدسة، الأساتذة شعراء جلباء وصوفيين، أصحاب الدار، أصحاب الله مساء. أن نلتقي سعادة سفير لبنان الأستاذ لطيف أبو الحسن في هذا المساء فذلك والحق يقال ليس حدثا، فنحن في لقاء معه مستمر منذ جاء هذه الديار وأعاد البيت اللبناني في كمرة إلى حيث يجب أن يكون بيتا لسائر اللبنانيين. وها هي محبة السفير تجمعنا الليلة، ويشاء الأخ الشاعر شرب البعين أن يضيف إلى سعة قلبه سعة الدار، فنلتقي في بيت لبناني نسأل الله أن يجعله عامرا أبدا. وإذ تجمعنا الليلة محبة السفير فإني والله ما وقفت بينكم لأمدح وأقرب، فتلك ليست صناعتي ولا صناعة عكسهما. لا نحن اجتمعنا لتبادل الأنقاب والتمتع بما لذ وطاب، فما أظن أن صاحب قلم مسؤول منكم يطيب له مأكل أو مشرب وحال وطننا كما تعلمون. أيها الأخوة، عندما تصاب الأمم والشعوب بالنكبات تشخص أنظارها إلى عظمائها، تستلهمهم الرأي لتخطي تلك المحن. وما نظن أن شعبا على وجه الأرض نكب بما نكب به الشعب اللبناني الذي تمزقه إرادات دولية خبيثة تعبث بوحدته وبوجوده، معتمدة في ذلك على رغبات زعامات لا تسمع ولا تفهم إلا من جيوبها، فباعت الوطن باسم الوطنية، وذبحت المؤمنين باسم الأديان، وأقامت أحزابا طوائفية لم تتورع عن الادعاء بأنها وكيلة الله على الأرض ممثلا بالمسيحية أو بالإسلام، باسمه تقتل وباسمه تيتم وتشرع. لكن الشعب اللبناني الذي نكب بكل هذه الويلات لم يستسلم لليأس ولا استسلم للإرادات الخبيثة، فتسلح بالمحبة وبالأصالة التي عرف بهما، وبهما تحدى صفقات الدول الكبرى منها والصغرى. وما كان يتأتى لشعبنا أن يتحدى كل هذه القوى لو لم ترقد ينابيع المحبة فيه في الوطن وفي المغتربات إرادات هيرة
مؤمنة بالوطن وبالشعب، إيمانها بوجودها كما سفيرنا سفير الكلمة الحرة المسؤولة الأستاذ لطيف أبو الحسن الذي يغمرنا الآن كما في كل حين بوافر محبته التي دفعته رغم مشاغله لأن يتحمل عن السفر من كامبرا إلى سيدني ليشحذ همم المفكرين منكم ويعبئ أقلامهم بزاد المحبة على كلماتهم تنفع الوطن بمحنته. فتذكروا يا أخوتي أن بالمحبة تبنى الأوطان وبالحقد والبغضاء تتفتت وتزول. لن تتزود أقلامكم بالمحبة، لكن تذكروا أن ملك المحبة لجأ إلى الصوت لطرد لصوص الهيكل. فالكره في المحبة أقلامكم كما حد السيف، ولتقطر كلماتكم حبا خالصا يستمد أصالته من أصالة شعبنا، ولتبقى الحرية نبراسكم والحق مثلكم الأعلى، ولترتفع كلماتكم بوجه الطغاة واضحة صافعة كنور الشمس. وتذكروا أبدا أن محبة سفير لبنان سفير الكلمة الحرة المسؤولة الأستاذ لطيف أبو الحسن هي الرافد الأغزر لمحبتكم في هذا المغترب. وتذكروا أن وطنا الأستاذ لطيف أبو الحسن سفيره لن يموت، وإن شعبا أنجب مثل هذا الحسن لن تقهر إرادته. القصيدة الآن للشاعر رئيس عصبة الزجل اللبناني الشاعر صوملي. يا سفير بلادنا وألطف سفير، الفكر بوجودك سجل الكلم بعجل، لو كان فينا من نبوغك نستعير نفتح مدارس للقصيد المرتجل. لا شك إنه كلمتك سكر نبات، كونك أديب وأربع فصولك ربيع، نيال هل بيكون مثلك بالحياة، اسمك لطيف وبالحسن بي الجميع. بلسان نحنا بقول أهلا ومرحبا، وشرب اللي بقوله عد بعزق يا لطيف، معنا السفير اليوم وفر كهرباء من هاجري من كان مصروفك خفيف. يا سيادة المطران انت الزن بقى، والمزهري والوعي وغب الطلب، للمجتمع قلت بجناح مشبهة ممنوع حرف الأبجدي ينصلب. بمواهبك دقيت عبواب السماء، والحاضرين بيعرفوا مقامك رفيع، مش انت مرعي انت راعي تنسمى وقدام عينك بين ايديك القطيع. ويا راهبات القدر كن عنا على، بعيوننا بتبقوا لدهر الداهرين، صلوا لنا من شان تا نطلع على قرص السما ومنضل بين الكافرين. ويا أم شربل أم شاعرنا الوفي، قولي لكل من قال كلمي وابتسل، الشاعر إذا بيجبل خياله بمعرفي بتطلع بيوت الشعر أحلى من العسل. لازم عصخر الوزن نبني مملكي، يصرف عليها الفكر من خرجيته، صار الشعر بالمغترب كومة حكي، ضرب الرمل ما بتنعرف نوعيته. ومنه الشعر بالوزن وقوافي فقط، بدنا القصيدة تعرق بتكليفها، وبدنا المعاني تحط على الكلمة نقط
وما نوقع بنقطة تنعرف كيفها. ويا أهل الذوق ونفوس الأبية، هوية ما منفرق عن هوية، نحنا قبل ما خلقنا قطعنا وعد تنكون ضد الطائفية. سفير بلادنا المخلص لمعنا بليلي من الليالي العالمية، وتحت رعايته هلأ وضعنا الظروف اللي عم تحمل بندقية. وممثل ربنا مرعب سمعنا الأبانة بيترك بلهجة طرية، راعي للقطيع بمجتمعنا برسالة من صميم الأبرشية. ونحنا بعد ما الماضي نزعنا درسنا الوضع وفهمنا القضية، ومنا كل متحجر نزعنا تنبعد عن حياة الفوضوية. فرطنا عصبة الفيها وقعنا بفخ الكنفشي والعنجهية، وبعصبة تانية عدنا اجتمعنا ورجعت كلمة الشاعر صبية. ولو ما نكون عالغير ارتفعنا بمجالات الحقيقة الواعية، بعصبة شعرنا ما كان معنا فطاحل من بلاد الشاعرية. بكل مجال بيرقنا رفعنا بأوافي بكر ومقاطع قوية، وبدم قلوبنا الغالي دفعنا تنحفظ للشعر مجدو كيانه ونرفع راس حرف الأبجدية. مجد ليا بخد الكون شامي، عشفتها بلاد الابتسامة، غمرها ربنا بروحه وعطاها المحبة والوعي والاستئامة. بنخوة شعبها العالم تباها، وعليها انقال بتقوم القيامة. الشهامة بحر والحسن بحلاها، ولشط الريح بتموج كرامة. الهجرها وغاب عنها ما نساها، معه بتضل بالصف الأمامي. عوجه الأرض ما بيقبل سواها إذا بيتكوم عليه الأسامي. ولأنه المستوى من مستواها، الصخر وترابها تفاح شامي وحمامي. شربي لبحبة سماها إذا الطوفان بيثبت وجوده لسفينة نوح بيجيب العلامة. وهالبيت بيت الدار دولابه، وبيضل متعلق بأحبابه. هالبيت بيت الشرب للمشهور، وأمه اللي ما فيها تعيش بغيابه. هون الوعي والذوق هون النور، وهون الحرب عم يلبس ثيابه. وهون اللي أهلا مشكلي بزهور، وهون السؤال بيعرف جوابه. وهون القداسة بتحرق البخور، وهون الكرم عم يقلب جيابه. وهون بلاد الخاطر المشهور، وزوار هون كل أهل البيت واللي بزور البيت أصحابه. بيتعمل الشعر بدي يقولهم، لأنه مفاجأة السهرة أكيد ما حدا كان عارف بوصول الست سميرة. قول هون بالصفحة 16، والست سميرة بضحكتها آيات، الطيف فيها بيرتفع لفوق، لمطرح اللي بتسطع النجمات، أنوار كلها عاطفي مع زوق. الكلمة هلأ للأستاذ شوقي المسلماني. أول صوتك شو؟ المطران ضيفنا الكبير يوسف مرعي المعزب صاحب الدار، الشاعر المحبوب شرب البعيدي، الأخوات السيدات السيدين الأفاضل. بالمناسبة الكريمة بخبركم شوي عن سعادة السفير لطيف بن قاسم، لنتعرف عليه أكثر شوي رغم إنه كلنا بنعرفه.
من سنين وانا بزور كامبر، وبكل مره بروح عليها يكون باب السفير، باب بيته، بيت السفارة، يعني كل الترحاب بالضيف. بالحقيقة من أول مرة زرت فيها بيت السفير جاني هذاك الشعور إنه هالزيارة ما رح تكون الأخيرة، وإنه أنا اليوم قدام سفير جديد من نوع آخر. يمكن تتساءلوا ليش سفير جديد وليش من نوع آخر؟ أقول إنه لما دخلت على بيت السفير لقاني بقلبه الكبير ما كان يعرف عني حتى اسمي، ما كان يعرف إلا إني أنا إنسان لبناني، واستقبلني على أساس لبناني. وبنظر سعادة السفير إنه كل إنسان لبناني بيت السفارة له وبصدر بيت. شكراً سعادة السفير. خبرية أخرى عن سعادة السفير، بذكرى 200 سنة في ميلاد من تأسيس أستراليا، نهالة الهدايا على أستراليا، على الحكومة، على الشعب، وكل بلد أو كل سفير كان عم بيقدم كتير. كانت هدية لبنان عبر سعادة السفير شجرتين قرص. بيقولوا إنه الهدية العظيمة واقع عم بتعبر عن عظمة المهدي، فتصوروا سعادة السفير عم بيهدي شجرتين قرص. شكرا. بيعملوهم استاذ، اصلا بيعملوهم الشارع عيد الميلاد بزينوهم بقلوبنا. نشكو قدام البرلمان. خبريه ثالثه عن سعاده السفير، لما صارت هالبلبله الاخيره بقلب لبنان صار في بلبله من نوع اخر بالعالم، بالسفارات اللبنانيه حول العالم. ورئيس الجمهوريه ما كان بعد انتخب، وبتعرفوا بده يكون في صوره على حيط السفارة في قلب الدارجة. واقعا كل سفير بأستراليا بكل الدول العربية أو بالعالم وكل قنصل صار يحط أهواءه السياسية والخاصة ويعلق صورة اللي بده إياه. سعادة السفير لأنه إنسان موحد بيؤمن بتوحيد لبنان وما بيرضى أبدا أن يكون في انشقاقات، أيضا رفع صورة. بس لو تعرفوا اي صوره رفع؟ خارطه لبنان. رفع خارطه لبنان. حملوا خارطه ثانيه هلا بس يروح. سعاده السفير شرب البعينه قال بقصيدته بحبك. وبنكرر كلتنا مع الشرب البعينه سعاده السفير كلنا بحبك. الكلمه هلا لصاحب جريده النهار الاستاذ بطرس عنديري. تفضل استاذ بطرس النهار. سعاده السفير، سفيرتنا المحترمه ست سميره، سياده بطرانوس مرعي رئيس ساقطه الموارنه في مصر، اخواتي اخواتي، صعب جدا ان الواحد يوقف ما عنده شيء يفكره يقوله مثل ما حصل معي هلا انا والاخ شربي. ولكن بالفعل يرتاح الانسان فقط لانه بموقف مثل هذا يرتاح ويعطف على الكلام اللي قالوه الزملاء اللي سبقوني. ما خلوا لنا شيء بالفعل انه نحكي. فما راح احكي شيء عن سعاده السفير لانه بالفعل عم يتصبى بالعرق من جبينه تواضعا منه. ولذلك ما بحب انه يعرق زياده وبتمنى لو في شيء بالفعل بنوجه له اي نقد ليرتاح شوي. بس مع الاسف ما في عندنا شيء نقوله. الاستاذ فؤاد نمور حكي عن سعاده السفير نقطه يعني بنختلف قليلا مع الاستاذ فؤاد نمور فيها، انه قد نختلف مع سعاده السفير في السياسه او في غيرها. بالفعل نحن لا نختلف مع سعاده السفير في السياسه ولا نختلف مع بعضنا كلنا في السياسه. كل الموجودين هون اذا كانوا لبنانيين او من الاخوان السوريين او غيرهم نحن موقفنا واحد، بدنا نهايه الماساه في لبنان، وحده لبنان في الارض والشعب، وتعيش جميع العائلات الروحيه في لبنان. هذا كلنا بعد موافقين عليه، التفاصيل كلها ثانويه. حرب نحن ما مسؤولين عنها ونتاسف انها ماشيه، وهذا موقفنا واحد مع سعاده السفير وهو قائد هالمسيره هيدي، ما في خلاف عليها ابدا. كمان بعد الحق الاستاذ وين بيفرجنا عليها.
احنا مثل ما قال الاستاذ كامل في لقاء دائم مع سعاده السفير. شكر خاص للست ام انطوان لكل اللي بعيني على الدعوه. بحب اقول قضيه وحده يعني للحقيقه وللتاريخ. سعاده السفير من حوالي سنه اتصلنا معه بالاحرى وابدع عن رغبه انه يصير في لقاء يجمع معظم اهل الفكر من شعراء وادباء وصحافي وعشاق ادب وفن، وهو مستعد يحضر باي وقت من كامبيرا بصفته الشخصيه طبعا يقضي يوم يومين من شال من اجل تقريب وجهات النظر ومن اجل خلق جو ادبي حضاري يرفع انتاجيتي. مع الاسف يعني او ما كانت الاجواء المناسبه في هيك الوقت او طبعا حصل تقصير من قبلنا، فنحن بالفعل جدا مسؤولين انه لقاء الليله تم، وان شاء الله بتكون بعثت لو كان الاخ شرب اللي هو له فضل كمان سعاده السفير له فضل بهالفكره هيدي، ونتمنى انه الفكره هيدي تنزل. وشكرا لكم جميعا. الحقيقه الفكره هي فكره سعاده السفير، مشان التاريخ لازم نسجلها انه الفكره ما لي اي تفكير فيها، هي اجت من سعاده السفير لطيف ابو الحسن. استاذ شمس يعني بس اعقب على الاستاذ بطرس، لحظه اعقب على الاستاذ بطرس. استاذ في كلمتي لم اقل باننا نختلف على قد سعاده السفير، قلت قد نوافق وقد نختلف، وهناك من يوافق وهناك من يختلف، فكلمه قد لا تعني التحقيق ولا تعني التشكيك. تشكيك. قد نشك دكتورة سمر العطار في أي تشكيك بقد نبصم. القصيدة هلا للشاعر جميل الدويه، تفضل. الأبواب وارتجلوا نهرا وعاصفة بالأرض تنتقل في دمعة القمح، قد نامت بيادرنا وبيدر الحزن في أعماقنا جبل. مروا سيولد لبنان بأحرفكم، ويفضح الشعر ما قالوا وما فعلوا. للأرض قولوا إذا تنهار دولتنا فليس تبقى على أرجائها دول. إن الصغير إذا لانت ملامسه ففي أظافره البركان يشتعل، ومن يكون بباب الغيم ملعبه يظل يركع في أبوابه الأجل. أغمضت عيني على لبنان لا فزعا أكن يوما ولا باليأس أنشغل، فأنتم الرعد والنار التي انبلجت من البراكين لما أنجب الأزل، وأنتم البحر لا تغفو سواحله وعنده السحب البيضاء تغتسل. أقول شعرا أنا طفل بساحتكم وفوق أعينكم كالظل أرتحل، ألملم الزهر عن أثوابكم خجلا حتى يزهر في الشعر والزجل. من لي بأهلي، من لي بأهلي وأنتم أهل موهبتي، من لي بحرف إليه الشمس تبتهل. تصيد الفجر بالأقلام شاعركم ففي الشقائق من شريانه قبلوا، ولون الحقل عصفورا وأطلقه حتى استفاق على أنغامه الرسل. هذا الأبي
الذي يمناه جدوله هذا النبي الذي أقواله عمل ما قال أين فتى إلا وقافلة من الفوارس بالأظفار تقتتل يا شاعر الغربة السوداء من حجر خلقت سحرا وفاضت عندك الجمل أعطيك خبزا إذا أعطيتني رجلا فيه المكارم والأخلاق والمثل فداك نحن إذا نابك نائبة فبالسيوف رجال الشعر تكتحل. تعبت أرفع أوجاعي على كتفي وقد يموت على أوجاعه الرجل قلبي هناك لدى عصفورة شردت قلبي هناك مع الآلاف يحتفل يا لعبة الموت ما أدراك ما بلدي غمامة عبرت بالشرق تنهمل ربابة وقعت في كف عاشقة فأثمر الوتر المحموم والغزل لو يصلبون على المسمار جبهته يعود منتصرا في قلبه الأمل لو حولوه متاريسا وأعمدة يظل يصبر من جرح ويحتمل من قال مات من قال مات يصير النعش قنبلة ومدفعا بصراخ الدم ينجبل سلوا السفير عن الأيدي التي بذرت قمحا بنهر من الأجساد يتصل سلوا السفير في أعماقه خبر عن الذين على أعتابهم قتلوا يا صاحب الأمر لو كلفت معصية فقل بربك ماذا تفعل الملل ألست أنت تحب الله مرتضيا وبالمسيح لديك الفخر والمثل أليس أحمد أو عيسى على غضب وكل رب على أقوامنا هبل إذا نريد لديك الصدق نعرفه صدق البطولة إذ لا يكذب البطل فلو تمثل فيك الناس لارتعدت كف الأذى وتلاشى الحقد والدجل فالقول عندك أسياف مرصعة والحلم بالأدب المرموق مكتمل واللطف والحسن لو مررت ظلهما على الكواكب طاش البدر والزحل في ليلة الشعر بعت النهر أغنيتي وجدت أسأل عمن في الحما نزلوا من يوسف الحسني من يوسف الحسني هذا الطهر موسمه وكل مكرمة في الكون يشتمل لو مرت الشمس في أبوابه ركعت تولها وبدا في وجهها الخجل يعرج الورد يغفو عند عتبته وتسجد الكتب البيضاء والمقل يا صاحب الدار لو قصرت يعذرني أني تضيق على أفكاري السبل فأنتم الشعر من برق